شفتي الفشوش ديالك السعاد فين كيوصل، شفتي الساره ديالك فين كتوصل، شفتي الطليب والرغيف ديالك فين كيوصل، شفتي التنازلات ديالك فين كتوصل. ما جيت حتى شي واحد يلومني في هذا الفيديو، حتى واحد ما يقول لي هذيك راه قاصره ولا هذه قاصره ما تهضروش عليها. بالعكس هذيك الافعال اللي كديرهم ما كنديرهمش انا، وهذا الشيء كامل من سعاد. انا نقول لكم علاش. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج. ضروري كثروا التعاليق في هذا الفيديو وكثروا اللايكات. اللي مرضي الوالدين يدير لايكات، واللي ضد حقوق الوالدين يدير لايكات لهذا الفيديو. خاصو يوصل للسلطات والجمعيات وخاص سعاد هي تشوف هذا الفيديو. كثروا اللايكات المشاهدين. خرجت العاقه المسخوطه زهير ومصديه العنق اليوم عاوتاني زايده فيه، بعثت واحد الفيديو على الام ديالها وكتمدح في ماماها السريعه البرهوشه المقرقبه اللي ما كتسقد حتى كلمه مفيده، جمله مفيده ما كتقولهاش. خارج اليوم كتعرف سعاد محكمه ديال باك وام غير صالحه وكتعرف الام ديالها. انا نقول لكم علاش هذا الشيء كامل من الساره ديال سعاد، لان سعاد كون كانت دار شكايه بناتها سيطاتهم يترباو البارع عاد قالت لك الشكايه ما نفعلاش انفعل الشكايه عليهم دابا، انا غنديكلاري بهم دابا. علاش فين كنتي شحال هادي؟ لا انت بالسلامه ما درتيش بهم شكايه، حنا راه كيحسب لينا انت دايرتي بهم شكايه وراه كنتسناو الشكايه ديالهم تفعل. دابا كتقولي دابا ما غنتنازلش دابا غندير عليهم شكايه، وراه في هاد الحال فين غديري شكايه؟ هاد الشيء كامل راه منك انت، هاد الشيء كامل الساره منك انت، هاد التنازل كامل منك انت. غنكون قاصف مع سعاد في هاد الفيديو، سمحوا لي المشاهدين الا بغات هاد المهزله وهاد الزبل يحبس علينا. نوض صيفط بناتها فين يترباو، دير بهم شكايه ضد العقوق وشكايه ضد الاصول، وتشوف ديك الساعه واش غيترباو هاد العاقات هاد المسخوطات ولا ما غيترباوش. انت ولفتيهم ديك القاعده انك كطلعي في فيديوهات كتخلعيهم، حقا غندير بكم شكايه، حقا لا بنياتي وتبقاي تبكي. حبسي الدموع دابا، وقت الدموع ساله، حتى واحد ما بقى غيتعاطف معاك الا ما ربيتيش بناتك. ونداء الجمعيات ونداء السلطات يتدخلوا في الحق، لان هذا الشيء زاد عن حده بزاف. البرهوشه في تقابل قرايتها وتقابل امتحانات وتقابل مستقبلها، ما ديرش قناه في اليوتيوب وتدخل ادسنس باش بوها يفرش المحل ويفرش الكراج على دار امها. حنا راه دوله اسلاميه، حنا راه ماشي في غابه، حنا ما كاينش السيبه في البلاد. اللي ناط برهوشه ديال الخلا عاقه ديال الخلا تعرف الام ديال المحكمه ماشي ديال باك. هذه مازال قالت لكم راه ماشي قالت لكم غادي نحبس، قالت لك مازال عندي ما نقول وغندير حلقات على هذا الشيء. يعني البنت مخططه للاب ديالها ومدرسه هاد الكلبه ديال السريعه اشنو تقول. يعني البنت من القدام ما توقعش منها غادي تحبس. راه غادي لكم مسلسل كما كانت كدير العاقه الصغيره، العاقه الكبيره المشرشمه كما كانت كدير. دابا حيت قربات تكمل السن القانوني 18 عام خاصهم يحيدوها هي من الواجهه، دفعوا الزهير ومصديه العنق لانها باقا قاصر، هي باش غادي يبقى يخدم بها ورجع عند الاب ديالها. باش تعرفوا هاد الشيء راه ماشي البنت اللي كتهضر، مقريه الاب ديالها شنو كتقول. جا عند اللايف ديالها وقال لها نخليكم معاه وقراها شنو تقول قبل. يعني الاب ديالها راضي على داك الشيء واللي مبارك ليه بداك الشيء انها تقولها، كيقول يا بنتي شنو هاد الشيء، عايري الام ديالك باش حنا ندخلو لميمي باش انا نصلح الكراج ونشري كراج لاختك وباش حتى ندير لك مستقبلك، عايري الام ديالك. حيت ما عندهم حتى شي محتوى من غير عقوق الوالدين والعهر الفاسد. فهمتوا سعاد كتمشي كطلبي على بناتك في الخاص، علاش كطلبي عليهم في الخاص؟ دابا ما فهمتش انا هاد التناقض ديالك. انت ما باغاش بناتك يعايروك ويضربوا فيك، نمشي كنطلبوا عليهم في الخاص الله ينعل جدبو هاد الكبده. شوف الكبده اللي عندك انت، الله ينعل جدبو هاد الكبده اللي غادي تخليني انا نعطف عليهم. الا كنتو نتوما راضيين على هذا الوضع حنا راه ما راضيينش عليه من الاخر. الا كنتو ما كيشرفكم هذا المحتوى ديالكم هذه العقوق الوالدين حنا ما كيشرفناش. بركه من البكا، كوني امراه قويه، نوضي وديري الشكايات ديالك ولعيبو العار ما خداش لك المخزن حقك. ماشي غتبقاي جالسه في الدار وكتبكي وغتقولي حقا بناتي العقوق هذه، لا خاصك تحركي وتوقفي على شغلك وديري كاع اللايفات ديالهم تيليشارجيهم وديرهم في واحد السيديه ودير شكايه، وديك الساعه القانون غادي يتكلف بهم. الا ما قدرتوش تربيهم نتوما كاين اللي غادي يربيهم. ونداء الجمعيات، نداء الجمعيات والسلطات انهم يتدخلوا في هذا الشيء، حيت لو وقفوا على القضيه جمعيات البنات ما يقدروش يهضروا. البنات دابا لقاو السيبه، لقاو السيبه، البنات سابوا صافي، لقاو السيبه ولقاو الفلوس موجوده، عاد ما دات لهم حتى شي حاجه ما تردعوش. كون نهار العاقه الاولى، العاقه الكبيره، انفو عائلتهم ما بالكلبه ولا بالطوبه، ناط سعاد وكانت مراه ونص، غادير شكايه بنتها، تم غادي تأدب، والله القسم، والله القسم إلا بقاو غاديروا على امهم فيديو في اليوتيوب. ولكن هما لقاو سعاد مرخيه، من الاخر سعاد مرخيه بلا قياس، سعاد ما مجبداش، ماشي مراه ونص اللي مجبده، كنتي مراه ونص مجبده غتيعطيهم يتعاقبوا، غندير لهم شكايه نفعل عليهم الشكايات، ماشي بنتك دايره دارني بان الشكايه وكطلبي، لا اعترفتي في اللايف انك مشيتي وكطلبي عليهم، لا حقا دابا عاد ما نبقاش نطلب، دابا عاد حقا ما ديرش بهم شي، اللي بغا يدير شكايه شكايه بهم، انا صافي،
اما كاينش صافي اللي داير شي شي كيخليه من الاخر راه ماشي غير والله القسم وتنازل دير شي كي وتنازل ليه ما باقي نرحموك من الاخر طلعت بكير بكير منك ليه مخليهم يتعاموا عليك كامل خمسة القنوات لان هادشي راه بزاف او تقول لهم هذا من المحكمه ديال باك ام خايبه ماما السريعه وتسكدي غير كلمه ديال المقرق بالدريه باينه مرفوعه ما كيعطيوها شي مخدر ولا شي حاجه ولا شي قرقوب ولا الزبل اللي كتاكل هاد البنت كتطلع تميتو ما كتعرفش كتقول جمله مفيده ما كتقولهاش انا هذا ماما صاحبه تعوج في الهضره ودابا واحد بالك جلسه من دابا واحد العطله راه المدرسه سالات دوزي تخدمي باها مخرجه وكيقول لكم ديروا لايكات ديروا لايكات ديروا لايكات شجعوا على حقوق الوالدين شجعوا على السخط شجعوا على الفساد وانتما كديروا لايكات وهي خدامه كتضرب في الام ديالها وخدامه كتشرشم فيها انا من الاخر سؤال خاصها تتحرك صراحه حيت لما تحركاتش راه غادي نزيدو شي نهار غادي شي دابا كيقول لك الكلبه وكيقول لك المسخه وكيقول لك العاهره ما كيخليهم يقولوا فيك المره الجايه راه غيتعرىو عليك في اليوتيوب انا نقول لك اللي كاين بقا يتسنى يجيو يهجموا عليك ينتفوك شي نهار يريشوك اتوقع منهم اي حاجه هاد ضرب عليهم تماره لا ضربت عليهم تماره 18 عام هو ضربت عليهم تماره 18 عام اعترفوا الكبير انت قريتيهم وكسيتيهم وكلشي واش عرفوا البيت اللي درتي والو بشهاده المنصوره تنازلك حسابيه سعاد دايره الشكايات وخاصهم غير يتفعلوا البارح كتقول لك حطيت الشكايات وعاد دابا غنفعلهم دابا غنديكلاري باسم ديالي الصغيره دابا عاد غنديكلاري هاد المده كامله حنا اللي كنبحو حنا كنشجع حنا كنشجعوا فيك واقفين معاك وانت باقا ما درتي حتى شي حاجه وتحركي الله يرحم لك الوالدين عاونينا ماشي حنا نبقاو حنا كنتقاتلوا على والو لا انا الصراحه استفزتني العاقه الصغيره اليوم ملي خرجت كتهضر بالسعاد ديك الطريق سعاد مزيانه ماشي مزياناش وحنا كلنا سعاد ماشي كندافعوا على سعاد كشخص كندافعوا على واحد المراه مغربيه سعاد انا ما هي اختي ما هي امي ما هي حتى حاجه انا كندافع على واحد الام مراه مغربيه مظلومه من طرف الزوج مرات الاب وبناتها وعقوق الوالدين اللي مولي عندنا حاجه مباحه او كان حقوق الوالدين مضرك داكشي ولا هادشي بالعلاني والخيط شالي قدام ملايين ديال الناس المحكمه ديال باك وديال باك نتي المحكمه ديال بوكريشه المفرقع الديوتي ديال باك نتي اللي كتقول المحكمه واش ديال باك واش المحكمه ديال باك نتي المحكمه ديال الجامعه اللي بغى ياخذ حقه كيمشي للمحكمه كيلجا القضاء كيعطي حقه اللي مظلوم راه كياخذ حقه اللي ظالم راه كاين الجزاء ديالو هادشي اللي كنعرف انا دسرقم بكريشه بالسماصريه وبالتغارات انا كنفهم في القانون انا كندير انا هادي انا كنعرف اش كندير ولا كندسرقم شي واحد الله اعلم هادشي راه السيبه كتدخلوا الشك لبنادم نتوما علاش هاد اللايفات ديال هاد البنت ما يتيليشارجاوش هاد الفيديوهات ويداروا في سيديا ويدفعوا المحكمة ولا القضاء وتشوف واش غادي يقدموا ولا ما يقدموش القضاء راه ماشي كتبقى جالس كتبكي عليا انا في اليوتيوب لا وبناتي وداروا لي لا وما نديرش فيهم شكايه ايوا نتسنى انا غي القضاء غيجي عندهم هو يجي عندهم يقول لهم مالكم مع الام ديالك ما خاصك تي تحركي ديري شكايه وقيدي في هذاك الشيء والسيديا وشوفي واش غتاخذي حقك ولا ما تاخذيش شحال من واحد دابا غالط عاد يقول القانون ما كاينش لا القانون ما كاينش راه كاين القانون ولكن القانون خاصك توقف عليه توقف على شغلك عاد ديك الساعه شوف القانون واش كاين ولا ما كاينش القانون كاين في البلاد خاصك غير تعرف ما لك وما عليك ملي تعرف ما لك وما عليك ديك الساعه غادي تشوفوا هو هادشي اللي كاين المشاهدين هذا هو لا فيديو الى فيديو قادم ان شاء الله واخا هادشي طلعنا في الراس في الصراحه